اليوم تحدي من نوع اخر. اليوم في 6 اشخاص رح يحاولوا يضحكوني. قدامي في 5000 دولار وكل ضحكه بضحكها بدفع 100 دولار. وقبل ما كمل الفيديو بوجه العابس بدلكم اشتركوا هلا بالقناة لانه الهدف من قناة المايسترو الوصول للعالمية. ليلى اول الباديين. ليلى قلك هذا واحد مش عنده مو قلها بغيت نتزوج واحدة طويلة وبيضة وزوينة. قالت لي تاخذ لك لحظة قالت لي ورادت لي روحي وحدي روحي انا ما عم بفهم شيء بدك تحكينا على مهلك مغربي. اوكي لكن لحظة فهمت شو عم تعملوا لكن هلا لا رحمة اول 100 دولار طاري. واحد يا مايسترو بيقول لخطيبته في حد مسك ايدك قبل كده فسكتك فلا انت زعلتي قلت له لا بعدهم. حلوه والله منيحه حلوه جيده هيدي لطيفه يعني هيك انه ها فيها ابتسامه. واحد مسطول شاف واحده ولعه فيها النور قال لها منوره يا حاجه. لا اقولها واضحه. ايه يا ريت. واحد سالوه قالوا له عايز ايه من بلدك؟ قال لهم راي عام فين؟ الحرية فين؟ التعليم فين؟ شايليني فين؟ النور فين؟ أنا فين؟ أنا لا أتبنى لحظة سياسياً أنا لا أتبنى هذا الموضوع هيد المئة تبعتك اختفي. خروف سأل خروف قال له عد علينا عيدين ليه ما اتدبحنا؟ قال له أصل مكتوب في شهادة ميلادنا حمور. حش اشترك في مسابقة أسرع رسمة راح رسم نقطة وقال لهم ده فيل جاي من بعيد. ضحكوا أمشي بسرعة. قلت له جامدة قالك مرة واحد شاف التوأم بتاعه الصبح قال له أنت فين من الصبح؟ انت ضحكت على نكتة. ما بيصير عم تأثر عليه بشكل غبي يعني عم نسي النكتة. قال ايه هو قال له ايه نسي النكتة. طب اخذها الاول يعني. اوكي لا هيدا مش محسوبة هيدا مش جوك. مرة واحد تعرف على واحدة في الشات انترنت يعني اوكي اوكي قرروا يتقابلوا. قالت له انا لابسة كذا وكذا كذا قال لا انا بكون قاعد وهشرب عصير ليمون. هو راح ملقاش عصير ليمون طلب عصير فراولة. هي راحت شافها من بعيد لقاها مش حلوة. هي ملقتش حد بيشرب عصير إلا هو راحت له قالت له هو أنت اللي كنت بتقابلني الشط قال له هو أنت شايفت عصير ليمون. ليلى أوه ماي جاد ليلى دمرتني هذا الفيديو. أوه واو. يلا مرة واحد بيقول لمراته ايه رأيك تيجي نرجع زي زمان؟ فابتسمت وقالت له كيف يا حياتي؟ قال لها لا تعرفك ولا تعرفك ولا تعرفني. رجع كتير بالزمن لورا يعني قال لها خلاص ارجو تشك عن نكتة بليز قبل ما تقولها. قال لك مرة واحد مسطول صاحبه واقع في بير فراح استنى عند الحنفية. هجيلك باللبناني شوية. شمس عندها نكتة باللبناني. يلا. كيف بنسمع البابا غنوش؟ ريسيبي يعني. بنجيب البابا بنغنجو وشوية شوية بيصير البابا غنوش. بسرعة اختفي، بسرعة اختفي وما بقى تحكي لبناني بحياتك. لو شو ما قلتي. لو شو ما قلتي اتحداك مش رح اضحك بألف دولار. تحديني بألف دولار انه هلا ما رح اضحك. ماشي يا لا انه ما رح اضحك. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 يا ليلى. ليلى بعد ما ضحكت يا بتاخذيهم يا بترجعي اللي معك. لا 100 دولار. يلا يا ليلى. مره واحد مسطول سأل صاحبه قال له أخبار باباك إيه؟ فافتكر إنه أبوه ميت قال له لسه في نفس التربة. هاي مصاري ليلى. الأسد كان عامل فرح
تمام. فقابل الحمار في الفرح قال له بس انا ما عزمتش حمير. قال له لا انا كنت زيك اسد بس لما اتجوزت بقيت حمار. لا ما في اضحك، ما في اضحك لانه بتتفرج على الفيديو. ما في اضحك، لا لا نو. اسد اسد ولا يوم 100 يوم اسد ولا يوم حمار. اختفي من وجهها، بعطيك 100 دولار ورا الهوا. ام بتسال ابنها عارف نيوتن؟ قال لها لا مين ما اعرفوش. قالت له لو بتذاكر كويس كنت عرفته. راح هو قال لها طب تعرفي خلود؟ قالت لا ما اعرفهاش مين دي. قال لها انت لو مركزه مع جوزك كنت عرفتيها. ضحكت يا مايسترو. اوه واو اوت اوف نو وير. هيدي فجاه فوشقيه اجت حلوه جيده. مره سواق جاع في المطب. وقع من الضحك. اتنين متجوزين بيتخانقوا، هي الست عماله تدي له فوق دماغه تدي له فوق دماغه وخناقه وخناقه كتير قوي والجنان اتلم ومش عارف ايه. راحت قايله له انت اصلا ذوقك زباله. قال له عشان كده معجب بيكي من زمان. واحد بخيل جدا جدا من مصر راح يزور مامته في الشغل، تمام، لقى كلمه ادفع على الباب، رجع وقال اشوفه في البيت احسن. حلوه. اوكي لحظه، بعتقد لازم نركز شوي اكتر لانه مبدئيا الدولارات عم تخلص. قال لك مره واحد بلع فوق طريق ونشف. ثانيه روح ثانيه ما فاهمها خالد. مره واحد بلع شفوطه شقفه يعني منشفه ام ريقه نشف. حبيتوها من المايسترو ولا؟ مره واحد بيتعرف على واحده قال لها انت مين؟ قالت له انا مريم موظفة عازبة عندي عربية وعندي بيت. وانت جوز مريم ان شاء الله. مين جايب ديون؟ بعدنا عم بضحك عليك يا ليلى. يلا اوكي. مرة واحد اهبل راح اشترى رسيفر، راح لمامته قال لها انا اشتريت رسيفر. قالت له اشتريته منين؟ قال لها بعت التلفزيون. ونعم التربية مدام. ونعم التربية. لا لا بتتأخر اوقات يعني بس لا لا تشوف شو صار. ولد بيسأل ابوه هي الحمير بتتجوز؟ قال له اساسا ما بتتجوزش غير الحمير. يا الله يا الله هالنكت. هيك نكت ممنوع عن الرجال والنساء والحمير والمجوزين. بقول لك مره مسطول وصلته فاتوره ميه 70,000 دولار. راح اتصل على وزاره الميه لهم هلا حبايب ان شاء الله السنه المطر على حسابي. انا لازم اخذ منك. انا لازم اخذ منك. هاي يا مايسترو، انا الحيوانات انت بتحبهم قوي بقى. صرصار دخل سوبر ماركت طلع مبسوط قوي بيقول له ايه ده انت مبسوط ليه؟ قال لهم لقيت صوري كتير على علبة ريد بول. يا امل لك. واحد ومراته متخانقين فبطلوا يكلموا بعض، كتب لها ورقه قبل ما ينام قال لها صحيني الساعه 6:30 الصبح عشان عندي شغل. صحي الساعه 10 لقى ورقه مكتوب عليها الساعه 6:30 يلا اصحى. اهو اثبات. مره واحد بيقول لصاحبه مراتي ماتت وانا زعلان بس مش عارف اعيط، اما قال له افتكر ان هي رجعت تاني. واحد شحن رصيد ب 200 جنيه وكلم بس بتاع الدليفري طلب الاوردر اللي هو عايزه وقفل معاه لقى متبقي حوالي نص جنيه رصيد. راح مكلم الشركه قال لهم هو انتوا حسبتوا بتاع الدليفري؟ حلوه 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 بس امشي بس حلوه. بقول لك مره شرطي قبض مسطول في الشارع قال له فين ساكن؟ قال له ساكن مع اخويا. قال له اخوك فين ساكن؟ قال له ساكن معايا. قال له انتوا الاثنين ساكنين فين انت واخوك؟ قال له ساكنين مع بعض. حلوه 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 بس لا شكل خالد عنده مشكله في السكن والايجار والميه والكهرباء. واحد متخانق مع مراته بيقول لها ايه؟ اخاف اشبهك بالحمار يا زعل. قالت له لا كل اللي زعلك. ضحكوا هم خدي منهم. مره واحده بتقول لجوزها وديني المستشفى ماما هناك وعندها حاله تسمم. قال لها لازم عضت لسانها. لازم ايه لازم ايه؟ ابدا ما بوافق ابدا ما بوافق. حشيش رمى تليفون من الشباك نزل تحت لقيت التليفون مكسور. قال غريبه مع اني عامل وضع طيران. حلوه
منيحه منيحه. اوكي جيده خالد جيده. واو ناس. اوكي الخساره لكن مقبوله، الخساره مقبوله بس ضحكنا. ان شاء الله تكونوا ضحكتوا بهذا الفيديو. اذا حبيتوا ما تنسوا لايك، اشتركوا بالقناه، وانا بشوفكم بجنون جديد.